من جانبه استعاد المنتخب التونسي مشواره في التصفيات الإفريقية بالفوز على ضيفه الليبي. فوز جاء بأربعة أهداف لواحد ضمن المجموعة العاشرة. المنتخب التونسي بتشكيلة متكاملة استعد كما ينبغي لاستقبال شقيقه الليبي ضمن التصفيات القارية، مواجهة هامة للجانبين والنقاط الثلاث مطمع الطرفين في موقعة رادس. فوز البنزرتي مدرب المنتخب الليبي يعرف جيدا خبايا كرة القدم التونسية، ما يجعله العنصر الأهم في هذه المواجهة تحسبا لأي مفاجآت. القائد يوسف المساكني كاد يفتتح النتيجة من كرة رأسية، غير أن حارس المرمى الليبي تصدى للمحاولة. بعدها عاد المساكني وبفنياته العالية أجبر الدفاع الليبي على ارتكاب الخطأ ليستفيد من ركلة جزاء تكفل بها وهب الخزري، وبعد أن تصدى محمد نشنوش للكرة في مناسبة أولى عادت الكرة للخزري ليستغلها مفتتحا النتيجة عند الدقيقة 33. نسور قرطاج أرادوا المزيد فكان لهم ذلك، والخطر الدائم يأتي من المساكني الذي مرر إلى سيف الدين الخاوي ليضيف الأخير الهدف الثانية في الدقيقة 41. غير أن كتيبة البنزرتي لم ترمي المنديل ونجحت من كرة ثابتة في تذليل الفارق عبر حمد الهوني الذي استغل تقدم الدفاع التونسي، لينتهي الشوط ببعض الانتقادات بين اللاعبي أصحاب الضيافة. الهفوات الدفاعية للكتيبة التونسية كانت حاضرة من جديد، وياسين مرياح أهدى كرة لأنيس سالتو، غير أن اللاعب الليبي لم يكن موفقا في معانقة الشباك. بعدها كان الرد تونسيا بهدف جديد عبر الخاوي الذي استغل سوء التمركز الدفاعي موقعا ثالث أهداف نسور قرطاج. وقبل النهاية بقليل عاد الخزري للتسجيل مختتما رباعية الكتيبة التونسية التي أدت واجبها على أكمل وجه، محققة النقاط الثلاث في بداية مشوار التصفيات. صحيح، خاصة اللي في السابق المقابلات اللي صارت ما بين تونس وليبيا كان ديما مباريات اللي فيها برشا حماس وبرشا تشويق، وحتى على مستوى النتيجة ديما تلقاها 1-0 0-0. الحمد لله اليوم خاصة في الشوط الثاني فيه نتيجة وفيه إقناع وفيه مردود جماعي محترم. حبينا في المقابلة الأولانية نعطيه رسالة لأنفسنا للعمل اللي نعمله فيه اللي احنا حاضرين كما يلزم، ورسالة للمنافسين الكل اللي في ميداننا على أرضية ميداننا يلزمنا نفرضوا سيطرة ميدانية كبيرة. فعلا احنا ركزنا من بداية المباراة، نعرف ان منتخب تونسي دائما يلعب على الكرات معناها اللي هي في ظهر المدافعين، وكلمنا اللاعبين عليها وعلى كانوا مركزين وفهمت وشفت معناها دائما احنا دائما في المباراة اللي هي منتخب تونسي نفقد في اشياء بسيطة معناها جزئيات بسيطة اللي هي عدم التركيز في كرات مثلا ثابتة وكرات اللي هي في ظهر مدافعين. الحمد لله معناها الشوط الاول ممكن كان نسبيا كان المنتخب معناها موجود، لكن الشوط الثاني كلموا حتى سيد فوزي بنزرتي ان هم ما يقبلوش هدف ثالث، ان هم احنا نتراجعوا نلعبوا احنا على الهجمات العكسيه ان احنا نسجلوا هدف ثاني، ولكن قاعده نفس الاخطاء اللي هي مع الاخطاء كان